أو استخدم الجاني طرق وحشية في ارتكاب الفعل. هي تفننت. كان من غير المنصف أن 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 تبوب هذه الجريمة وفق المادة 410 من الشق الأول، كان يجب أن تكون وفق المادة 406 جيم، والتي كان باستنادا إلى المادة 135 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وذلك كون أنه هناك باعث جرمي، هناك بشاعة بالجرم، هناك محاولة لأكثر من 3 مرات بقتل هذا الطفل، وباستخدام آلات جارحة، طيب باستخدام دكتور آلات نقطة. باستخدام آلات قد تؤدي إلى القتل. طيب دكتور، نعم نقطة. اليوم المحكمة مقيدة بهذا الحكم بفارق الموضوع، هي قضية اليوم صارت قضية رأي عام، ممكن المحكمة إذا ذهبت إلى نص المادة 406 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 الباعث الدنيء، يعني القتل كان الدافع أو مقابل أجر أو استخدم الجاني طرق وحشية في ارتكاب الفعل، هي تفننت، يعني المشرع العراقي حدد هاي الحالتين لا يمكن الاستهانة بها، والاستخفاف برأيك راح يتم هاي الدعوة اللي بالفعل بها كثير من الملابسات منها، يعني اللي رافقت الاعترافات لكن أيضا اعترافات لم يتم تدوينها. تمام آنسة وجدان، المادة 406 من قانون العقوبات سنة 1969 اتطرقت بالفقرة جيم بالنص إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر أو إذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل، هذه بالنص حتى لا تعول المادة القانونية. اليوم محكمة التمييز الاتحادية غير ملزمة بقانون محكمة الجنايات كونها بدرجة أعلى منها. اليوم محكمة التمييز الاتحادية الهيئة الجزائية بإمكانها نقض القرار ورده إلى محكمة الجنايات لتجديد الحكم وتغيير الوصف القانوني وفق المادة 406 على جيم، استنادا إلى المادة 135 التي جاء فيها بالنص، اليوم حتى لا تعول النصوص، المادة 135 ارتكاب الجريمة بباعث دنيء. اليوم زوجة أب ارتكبت، هناك باعث دنيء يجب أن يشدد الحكم عليها، لا يجب أن نستند إلى المادة 410 بل إلى المادة 406. أكو باعث دنيء، أكو سكين، أكو ضرب لتشديد العقوب. طيب خليني، أكو ضرب لأكثر من مرة، لأكثر من مرة ضرب أفضى إلى الموت بأدوات حادة، عذرا بالتشفشير كما يسمى باللغة الدارجة العراقية، باستخدام أدوات المطبخ، باستخدام قدر الطهي، بضربه على الحائط، بضربه بالجدار لعدة مرات. اليوم أين يعني عندما يفسر القانونيون أو يفسر السادة القضاة أو المحكمة الموقرة باعث دنيء استخدام آلات جارحة، هناك ظرف مشدد، اليوم هو طفل لا يستطيع الدفاع عن نفسه، هذا من الظروف المشددة. طيب، التي استند إليها المادة 135 من قانون العقوبات.